يا اما 7 يا اما 9، اختار واحد منهم. واحدة منهم. بطل هل يلا يلا نعمل بتاع. بص الحتة اللي هي جنب المريحة، انت هتبقى تحت على الارض. و بص اسمع لك، وقف على الحرام. بص بص انا ما تقتلنيش ماشي؟ لخوفي منك. يلا ما تقتلنيش دلوقتي. هتقرب مني باللي في جيبي. بص انا رايح عند المرجيحة دلوقتي، رايح عند المرجيحة. ما تقتلش ما تقتلش. تعال تعال تعال. وانا هاجي عند المرجيحة، تعالوا عند المرجيحة ونجيب فريحة. بص 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 ده كده، دي الحتة اللي هتخليك تطلع بره الماب ماشي؟ اعمل برون فيها. بص لما نضربك على رجلك تنط وتغطي تاني على طول ماشي؟ ماشي. يلا 1 2 3. لا انت ما عرفتش تعملها. يلا تاني. انت عندك كنكت ولا عندك مايك عادي؟ عندي كنكت المايك بويس. طب كويس يا عم، الكنكت ده اللعبه كده بتسمعك يا حمار. عشان كده افتكرت اني بشتغلك امبارح لما كنت بقول لك تقول اه. ازيك يا عم؟ يلا انجز ماشي. يلا يلا بص هديك فتيزر تقول اه ماشي؟ لا ولازم تنط وتنزل تحت. يلا 1 2 3. اه يا حمار ما نزلتش. طيب ماشي، لازم تقلب على السنايبر. اقلب على السنايبر، امسك السنايبر. ايوه يلا 1 2 3. لا بص ده لازم تبقى برون يا حمار. بص بص عليا بص عليا. طب اعملها لك انا، اعملها لك انا ماشي. دي في الكلوت ماشي. طب خلاص طب بس يلا يلا تعالى اعمل انت ماشي. يلا تعالى مسكت المسدس بتاعك. طيب ماشي يلا ضربني في رجلي في رجلي في رجلي. 1 2 3. ما جاتش فيا يا غبي. ايه ده مش بتاع مالك؟ 1 2 3. يا ابني الغبيه طلقه واحده. خلاص استخبطت وحيت ربنا. انا اسف. ماشي بقول انا اسف مره كمان. انت شفتني؟ انت شايفني؟ لا يلا يلا تعال تعال نفس الحته. اه ماشي يلا. انا في نفس انا طيب. في نفس الحته انا ماشي. في نفس الحته. يلا دلوقتي هديك في كلوت تنط بس لازم تقول اه ماشي؟ ماشي يلا 1. انط وقت تاني؟ لا طب بص تعال نجربها في السقف ان تمحر ولا لا؟ لا يلا يلا دي ماشي ماشي. اه يا زكي لازم تبقى برون. طب بص روح وانا اوريها لك بس لازم تضربني طلقه واحده بس ماشي؟ ماشي يلا 1 2 3. اشتغلت يا ابن اشتغلت. ده خبيث خبيث ازاي يا ابني؟ خبيث ولا جمعه؟ يلا تعالى تعالى تعالى. لا يا ابن لا تعالى تعالى بجد عشان عايز تعمل جليتش ولا اعمل اند للجيم. خلاص تعالى نجربها في السقف. تعالى نجربها في السقف. تعالى تعالى هنا هنا ما تضربش ما تضربش. لا هتضربها هتضربك يعني. هتضربك يعني. اسمع كلامي عشان اقسم بالله مش هخليك تعرف تجيب عليا كلاية. تضرب؟ حاضر حاضر. تعالى بقى ما تضربش تاني عشان مين. تعالى تعالى هنا تعالى هنا ما تضربش المهم تضرب. تعالى يلا بص اقلب على النايف. اقلب على النايف. بص فوق. يلا بص انا هضربك في رجلك وتقول تمحر وتعمل النايف مرتين. ماشي ماشي يلا كده. اه لازم تقول تمحر وتعمل نايف مرتين فوق.
اقول امحر وامحر. لا يعني تقول محر وتعمل مرتين نايف لفوق، يعني بص فوق، بص فوق في السقف. انط كده مش بقولك نط يا غبي، بص فوق. ايوه بص، هضربك بقى طلقة وانت تقول امحر وبعدين تضرب تو نايفز. ماشي يلا، واحد اتنين تلاتة. ديك امحر. ماشي يلا، تعالى هنا فين؟ هنا هنا. يلا نعملها تاني، نعملها تاني. لا بص فوق، بص فوق، اوصل للسقف. بص فوق. اه بص في السقف. لا انت كده قاعد اقف. ماشي يلا، واحد اتنين تلاتة. اديك امحر. ماشي يلا تعالى، خلينا اربع حاجات هنا. هنا هنا بتاعت كلوتة نط. ماشي بس لازم بالنايف، يعني لازم تدي نايف وتقول النط. اه قصدي اه تقول النط وانت بتنط. اه تقول النط وانت بتنط. ماشي ماشي يلا، واحد اتنين تلاتة. اديك انا. ماشي يلا، واحد اتنين تلاتة. كلوت انا كلوت. تعالى تاني، تعالى تاني. معلش معلش، كنت قصدي يا رخم والله يا ابني. تعالى، والله انا لا 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 مش هتعرف تقتلني. انا بقول هتقتلني ولا مش؟ طيب خلاص 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 خلاص. ماشي يلا، تعرف نفس الحاجة. تعالى والله. هنا 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 هنا. طب خلاص انا كده هقفل الجيم لو مش عايز تعمل جليتش. خلاص جاي جاي جاي. طيب بص انا ما كنتش بطل قصدي انت اصلا. تقتلني. جيت واحد. يلا يلا كلوت تاني. ماشي يلا، واحد اتنين. انط واقول كلوت. انط انط. والله العظيم كان شغال، والله ما كان شغال. بطل بقى بطل لا. والله مش هشفي ركبك. طب استنى لحد ما اهو 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 المفتاح اهو. مش راضي تركب اهو، فين؟ خده يا حمار. ايوه كده، يلا انت كده خدته. تعال يا ابني اهو يا ابني، شايف البتاع السودا دي شبه تيزك؟ قصدي دي يا حيوان. ايوه دي احتفظتي. ايوه قصدي خدها. حيوان اخدها ازاي؟ ايه اعمل ايه؟ دكسيوني دكسيوني. دبرياش دبرياش. تعالى بقى هتلاقي المفاتيح في العربية التانية. يا دين امي. بص دلوقتي عايزك تمسك النايف اه وتغني مثلا اي اغنيه، مثلا غني الدنيا زي المرجحه، لازم تعمل واي واي و 360. يعني اغني اي اغنيه واعمل واي واي و 360. اه يعني تعمل ولازم تنط كمان، يعني يقول الدنيا زي المرجحه من تحت. ماشي طيب خلاص. ولازم تبص فوق، بص أنا فوق، بص فوق. ضربه بجد من اقرب ناس في حياتي. انا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتهوش. انا خدت ضربه بجد. يلا انا خدت ضربه بجد. انا خدت ضربه بجد. انا خدت ضربه بجد. لا ايه اللي بقى مرجح دلوقتي؟ تعالى اعمل مرجح. يلا يلا تعالى اعمل مرجح، تعالى اعمل مرجح. فين؟ الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه. تعالى غني مرجحة على المرجحة عشان تبقى حلو. انا عرفت اغنيها ازاي، عرفت اغنيها ازاي. الدنيا زي المرجحة يوم تحت
لفوق كده. يلا يلا كمل كمل كمل. يا لوش بقى، لوش بالنايف، لوش بالنايف فوق عشان اللي هم الناس بيغنوا شعبي بيعملوا كده. لا لازم لفوق عبد موتى. ايوه عبد موتى ايوه ايوه بتغنوا معايا ايوه ايوه يا قولوا رايا. معلش اصل بتوع الشعبي برضه بيقتلوا بعض. فعلا يلا تعالى على العربيه وغني. عارف انت اي اغنيه غايمه؟ عارف شعبان عبد الرحيم؟ يلا غنيها على العربيه. انا بكره اسرائيل ولا ايه مش فاكر. يا ابني يا ابني لازم تبص فوق. انا بكره اسرائيل مش عارف. لا انت مش عارف. تغني خلاص اغني. انا خدت الضرب بجد بالنايف. بالنايف يا زكي بالنايف. انا خدت الضربه بكتير. يلا دلوقتي انا بديك الضربه اهي. اديها لك بجد. هديتها لك. خدت الضربه بجد. لا بص تعالى هنا بقى اقول لي انا خدت جامد فشخ. تعالى هنا جنب الباص. تعالى هنا هنا كده. يلا اقعد على الارض. قصدي نام نام. ماشي يلا قول. انا خدت بجد. انا خدت بجد. لا يعني غنيها بس عكنها على خدت الضرب بجد. انا خدت بجد. يا ابن اللعيبة يا ابني ازاي عندك ليه ركتب؟ يلا اديك بجد ولا ايه؟ اديتك خلاص. لا يلا وقت. لا تعالى تعالى نغني مع بعض دلوقتي. يلا هنا يا عم. هو لازم نعمل كده برضو عشان الجليتش يا ابني عشان نقدر نعمل. يلا بص فوق. يلا عبد موتى ايوه. لا لازم تلتقنيها. عبد موتى ايوه غنوا معايا ايوه مضغوط ورايا نموت في زحمه ونعيش واللحمه نموت زحمه كتير لابسه سراطير ايوه انا شاف. كنت لسه هتقول ازيه بس انا كنت عايز اديك ازيه قبل انت ما تقولها. مش انت كنت بتقول انا شفت يا ناس ازيه وانا كنت بديك ازيه شويه. يلا تعالى خلاص يا عم. يلا نزلت تحت الماب ولا لسه؟ لا لسه. طقاص يا ابني. ما تديش بالكنايف يا ابني. هقص عمك. مفيش جليتش. والله في جليتش يا ابني. لعبت نزال تحت الماب مست. وكل اوف ديوتي اصلا ما راح جليتش. كل اوف ديوتي بلاك اوبس ما راح جليتش كلها. انا كنت بسوق العربيه دي. انت اجي غبي لو سمحت. بقول لك يا جيمي. جيمي جيمي قبل اسفك المره اللي فاتت. ابن اللعيبه. ماشي يلا تعال. جيت يا عم انا تعبت قوي. طب بقول لك ايه؟ تعرف ساره؟ ايه؟ عارف سارة؟ سارة مين؟ طب بقول لك ايه؟ سارة اخت صاصخ يا ابني. مين صاصخ ده؟ يا لهوي. بص تعالى خد المفتاح. خد المفتاح يلا. دي علبة سجاير دي ولا ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ تعالى خد المفتاح. اديك؟ لا اديك انا يا حبيبي. تيكت مصمص؟ تقول لي مين كده حقيقي؟ مين كده حقيقي؟ لا لازم تقول انا اسف. قول انا اسف عشان امي لو سمعتها. انا اسف. ما انتش خرده يعني مامتك ما سمعتهاش. لا يا ابني انا كنت بقى كح. كداب. يلا تعالى نغني اخر اغنيه. قولها انت بقى. اغنيه اي اغنيه؟ شعبي شعبي. شعبي؟ اصبغي تكون حسود الاوراق وشوف قدامي الشرط اليوم حسود صغيره وقدامي اتحدى اسرع اتحدى. يلا ابني يلا ابني.
اعصب الباب ونازل قدام بيت ماشي الجيران. قدام بيت الجيران، واحدة عملت لي عمل على الأرض وعلى الحيطان، وأنا ماشي واخد داري وعملت فيها عبيط، ما اطمنش ليا جرالي يمكن يجي لي يشد الدار التالي علشان أنا أشوف حالي، أنا راجل رايح شغلي وعاوز أجمع مالي، أنا سيبوني في حالي مالكم بقى ومالي، أنا سيبوني في حالي. أبقى أعمل نور بس قدام عليا. موكي 1989 زد اكس. مين اللي كان بيقول ده على بومبا دي؟ ولا بعد بقى اكس اكس على بقى. لا بس مين انت عرفتها من مين؟ عرفتها من مين؟ ده على بومبا دي ولا مين؟ هو انا كنت بسمعها كده بس من عند موكي اسمه مروان. لا يا حبيبي اسمه مروان ابو العيله، ما تخافش. اسمه موبي عدول، موبي معلول. كده يا ابني اخو صغير انت تعرفه؟ هو اسمه مروان. طب خليه يعمل لي اد على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك. اسمه مروان ابو العيلة. طب انت اسمك ايه على الفيسبوك؟ طيب جبت اف في الانجليش اوليفر. فين بقى بس متزعلش؟ فين؟ الجنبين حبيبي. الجنبين اقول لك فين الجنبين دول ومتزعلش؟ عندهم مستكيميك يا حو يا حو. تعرف بيروحوا يجي بقى فين؟ ده انت قلش ابن رزينة. عشان اكس بوكس بتاعه ولع. اكس بوكس كان هيجيب عشان ليه؟ كذاب يا ابني، حرام عليك. كذاب كذاب كذب السين. كسر الايه؟ كسر ايه بتاعه؟ تعال معرفوش والله. قول احلى تحية الجمرة. ليه يعني هو موجود؟ بيحبوا يسمعوك يعني. قول احلى تحية الجمرة. يا ده انت مش كداب يا ابني، انجز بس. تحية الجمرة واحلى تحية لكابتن موكي. وهنا قتلني الواد شريف الفار، ودخلت بالباليستا على الباليستا السي بي يو والاف ام جي، ويا دلع دلع هات بومب العيد ولع ولع ولع. طب انا هقول لك بس خمس اسامي تقولهم ماشي. احلى تحية لمين مثلا؟ انت تعرف مين على اليوتيوب مثلا مصر؟ اقول احلى تحيه لاسكيب برودكشنز. صلاح. اقول احلى تحيه لبي اس 3. احلى تحيه لاسكيب برودكشنز. اقول احلى تحيه لفلامس 00. جيمز اللي قفل دلوقتي اصلا. احلى تحيه لبيت جيمز اللي فتح دلوقتي. هو عنده قناه على اليوتيوب؟ يجي امي اكيد.